موتت جوزها هي وعشقها اللي هو يبقى اخو جوزها علشان يورثوه. الزوج اللي بيصرف على اخوه الصغير وهو اللي مربيه، يوم ما يبص على مرات اخوه الكبير. ملك عندها 22 سنه، متجوزه من حوالي 4 سنين، اتجوزت جواز صالونات، بس كانت فرحانه قوي يوم ما اتخطبت، وكانت فرحانه قوي بعرسها وانها خلاص هيبقى لها بيت وهيكون لها مملكتها الخاصه. جوزها اسمه عيد وعنده 27 سنه، شغال في مصنع. اتجوزت في شقه في بيت عيله، وقضت ملك اول ايام جوازها سعيده ومتهنيه مع جوزها عيد. ومع الوقت اكتشفت ان هي حامل، فاضطر جوزها عيد انه ينزل يدور على شغل احسن علشان يقدر يجيب المصاريف المطلوبه. فعلا جات له فرصه اتعمل في ليبيا، واخد اخوه عصام معاه اللي هو عنده 25 سنة علشان ربنا يكرمه ويقدر يجهز نفسه للجواز. وبعد ما سافر عصام ما استقرش الشغل في ليبيا ورجع تاني، انما عيد استمر في شغله هناك وضغط على نفسه علشان يعيش مراته وابنه في مستوى احسن من اللي هم عايشين فيه ويخليهم مش محتاجين حاجة، لحد ما نزل اجازة لمراته وملك بقت حامل للمرة التانية، واضطر عيد انه يرجع تاني للشغل في ليبيا. في خلال الفترة دي ملك كان بتعوز طلبات لبيتها، وجوزها عيد كان بيخلي اخوه عصام هو اللي يجيب لها الطلبات لانه ما كانش مأمن على مراته وعياله مع اي حد غريب، فكان موصي اخوه عليهم، وخصوصا ان ولاده لسه صغيرين وملك مراته مش هتقدر تنزل تجيب طلبات بيهم. عيد كان معايش ملك زي الملكة وما كانش عايز يهينها ولا يخليها تشتغل، كان موفر لها كل طلباتها وما فيش حاجة بتطلبها الا ما يجيبها لها. ورغم الهنا اللي ملك كانت فيه، بس هي كانت فاقدة احساسها كزوج. وفي الوقت اللي عيد جوزها كان مطحون في الشغل، ملك اعجبت بعصام اخوه وبقت تهتم بنفسها وشكلها في كل مرة عصام يجي عندها في البيت، وهو كمان بدأ انه يبص لها بنظرات اعجاب لحد ما في يوم عكسها. بس ملك اول مرة زعقت له على جرأته معاها، قالت له انت اخو جوزي واصغر مني بسنتين. فعصام اتأسف لها وقال لها خلاص يا ملك، وملك وعدته انها مش هتقول لجوزها بس ما يكررهاش تاني. وبعد ما عصام مشي ملك قعدت تفكر في كلام عصام ليها، وقعدت تقول لنفسها يا ريتني ما كنت صديته. وبعد كذا مرة عدت وهو بيجيب لها الطلبات، ملك لبست في مرة لبس جديد علشان تلفت انتباه عصام، وأول لما شافها فعلا عكسها ووصلت معاهم انهم دخلوا في علاقة محرمة، وهي قالت بلسانها انها بقت هي اللي تطلبه، وانها نسيت ان هو يبقى اخو جوزها، وهو كمان نسي ان هي تبقى مرات اخوه، وانها متحرمة عليه. وفضلوا مع بعض لمدة سنة ونص، وفي كل مرة كانت بتنسى ان جوزها مطحون في شغله علشان يخليها متهنية في بيتها. لكن من كتر ما ملك ادمنت عصام اخو جوزها بقت تبعد نفسها عن جوزها كل ما ينزل اجازة، لحد ما في يوم عيد جاب اخره وطلب حقوق الشرعية، بس ملك رفضت. فجوزها عيد اتخانق معاها لانه ما عملش حاجة تضايقها ولا تزعلها منه، وما بقاش فاهم ايه سبب امتناعها عنه. في الوقت ده قررت انها تتخلص من جوزها علشان تعرف تتجوز عشقها اللي هو اخوه، وقالت لعصام انهم لازم يتخلصوا منه علشان يعرفوا يتجوزوا. وبمجرد ما ملك عرضت عليه الفكرة وافق على طول واتفقوا على الخطة. عصام اخو جوزها نزل اشترى لها مبيد حشري وقال لها تحطهوله في العشاء علشان ياكله ويموت، ويقولوا ان هو تسمم من اكل فاسد. وفعلا ملك اخدته وحطته في العشاء لجوزها، وسابت له الاكل وقالت له انها ياكل لوحده وهي هتنزل تقعد تحت شوية مع عيلته. وطبعا هي نزلت تحت علشان لما جوزها يموت محدش يشك فيها، ولما ترجع تطلع تاني تلاقيه مات، فتصرخ وتنادي على اهله زي ما كانوا متفقين بالظبط هي وعشقها. وفعلا نزلت وقعدت مع اهله وجوزها فوق كان قاعد بياكل، وفي خلال دقايق فضل يرجع وكان تعبان جدا لدرجة انه وقع على الارض وما كانش قادر يتحرك. في نفس الوقت ده ملك وهي تحت قالت لعصام انه يطلع ويبص على اخوه، وفعلا عصام طلع وفتح الباب بالمفتاح اللي كان موجود بره باب الشقة، ولقى اخوه عيد لسه عايش واقع على الارض. فعيد قال له انه هو تعبان وحاسس انه دايخ، وعيد استغاث باخوه وقال له ساعدني انا مش قادر اتحرك. فعصام جاب عصاية خشب وضربه في صدره، فعيد اغمى عليه، وبعد ما ضربه حط ايده حوالين رقبته وضغط عليها جامد وما سابهوش غير لما مات. وبعدها ملك طلعت وعصام حكى ليها على اللي حصل، وبعد ما قعدوا شويه يفكروا هيعملوا ايه حطوا عيد على السرير وسابوه لحد تاني يوم الصبح. والصبح ملك قعدت تصرخ وندهت على اهله، فاهله قرروا انهم ينقلوه على المستشفى فورا، ولما الدكتور كشف عليه قال له ان في اثار تورم واختناق. فالمستشفى بلغت الشرطه والشرطه وصلت وتم التحقيق مع الزوجه اللي كان باين عليها جدا الارتباك والخوف. وفي الوقت ده ملك اعترفت بكل حاجه وان عصام اخو جوزها هو اللي عمل كل حاجه، وانهم كانوا على علاقه غير شرعيه ببعض وبقى لهم سنه ونص على الحال ده، وكانوا عايزين يتجوزوا عشان كده تخلصوا من عيب. وبعد التحقيق تم الحكم على ملك واخو جوزها عصام بتحويل اوراقهم لفضيله المفتي.